الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحبتنا الرائعون المتميزون المتابعون باجتهاد ومثابرة، أشكركم جزيل الشكر على مثابرتكم وعلى إرسال الواجبات بتميز وإبداع. بارك الله فيكم وجعله في ميزان حسناتكم، وأتمنى من الله أن تكونوا مستفيدين من المادة دائما. شكرا لكم وأسعد الله أوقاتكم. الآن أحبتنا الطلبة، أذكركم دائما بقراءة آيات سورة الملك، وسبب أننا نذكر دائما حتى نترك مجالا للذين لم يرسلوا بعد أن يرسلوا بتميز وإبداع، وأن تتابعوا قراءتها دائما وتجويدها وترتيلها قبل النوم وبإبداع بإذن الله تعالى. أحبتنا الطلبة، أحمد كمان إذا لم يكن هناك تعليقا يناسب فلا داعي للتعليق. أحمد كمان، تمام. الآن توقفنا أحبتنا الطلبة هنا في حصتنا التاء المربوطة والهاء، التاء المربوطة والهاء، كما تعودنا بعد انتهاء قاعدتين من كل واحدة نأخذ عليها ورقة عمل. بعد الانتهاء من التاء المربوطة ستكون ورقة عمل جاهزة بإعراب الفعل زائد التاء المربوطة والهاء حتى تتمكنون من الإجابة عليها إن شاء الله تعالى. الآن أحبتنا الطلبة، التاء المربوطة والهاء، كيف يمكننا أن نميز بين التاء المربوطة والهاء؟ الآن هناك يوجد طريقة للتمييز بين التاء المربوطة والهاء، تقولون لي ما هي الطريقة؟ أقول لكم هنا كما هو موضوعا لدينا في الأمثلة مجموعة، أقرأتها مجموعة لكنني لا أميز هل هي هاء أم تاء مربوطة. يجوز أن نضع كل الحركات، لكن الحركة التي تكون أكثر وضوحاً الضمة، نضع الضمة، تمام؟ الضمة تكون واضحة بقوة الآن، فهي من الحركات المتوسطة في القوة. نقول مجموعة تو، مجموعة تو، فهنا عند كتابنا مجموعة هكذا تصبح التاء نطقت أم لم تنطق؟ نطقت أم لم تنطق؟ نطقت، أحسنتم. إذا وضعتم الضمة أحبتنا الطلبة آخر الحركة، أقول لكم ضعوا حركة التاء المربوطة أو الهاء، ضعوا حركة الضمة، فلنتفق كلنا على حركة الضمة، ويجوز أي حركة أخرى، لكن الضمة تميز كثيرا. مجموعة تو، نطقت التاء، إذا هي تاء مربوطة، فإذا نطقت التاء. المربوطة فحركتها الضمة، أحسنتم أحبتنا الطلبة، تمام. ننتقل إلى والدة، نضع التاء المربوطة الآن والدة تو،
عند وضع التاء هنا نطقت تاء والدة تو، تمام؟ إذا نطقت التاء فهي هنا تاء مربوطة، وعند وضع الضمة أصبحت التاء واضحة بصوتها وكما هي أمامنا. إذا نطقت هنا نطقت التاء، تمام، المربوطة، فلنكتب. أحسنتم أحبتنا الطلبة. ننتقل إلى الاسم الذي يليه، دورة تو، دورة تو، فنضع التاء هنا ونلاحظ بنطقها دورة تو، نطقت التاء المربوطة بسبب حركة الضمة التي وضعت في آخر الحرف، فأصبحت كلمتها دورة تو، نطقت التاء المربوطة. بسبب حركة الضمة، تمام. الآن أحبتنا الطلبة، نستنتج هنا أن عندما نضع آخر الحرف حركة الضمة تنطق التاء بوضوح، تنطق التاء بوضوح. الآن فلنفرق، هل يمكننا وضع الهاء على هذه الكلمات؟ هل يمكنها أن تكون هاء مربوطة أيضا؟ فلنلاحظ من خلال الهاء، هنا الهاء المربوطة، هل يمكن لهذه الجمل، هذه الكلمات أن تكون نهايتها يجوز عليها الهاء المربوطة؟ كيف؟ نختبر بالضمة، ننطق الهاء بدل التاء هنا لنميز أنه يجوز أن تكون هذه نطقت بالهاء المربوطة أيضا. نقول مجموعة هو، ننطق الهاء الآن، ننطق الهاء، هل تجوز؟ هل تجوز هنا؟ جازت، فمجموعة هو، ضع الهاء وعليها ضمة حتى نتمكن من نطقها، مجموعة هو، فالهاء هنا عند نطقها أصبحت واضحة، مجموعة هو، 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 تمام؟ إذا فالهاء المربوطة نطقت، الهاء المربوطة نطقت بوضوح. طيب، بارك الله فيكم أحبتنا الطلبة. الآن ننتقل إلى الكلمة التي تليها، والدة هو، أنا أريد أن أنطق الهاء الآن، والدة هو، نطقت الهاء، إذا نطقت والده، الهاء أصبحت آخرها ضمة فهي يجوز أن تنطق، يجوز أن نضع عليها هاء مربوطة. إذا تجوز هذه الكلمات حالتين، تاء المربوطة وهاء المربوطة، وذلك حسب السياق الذي تأتي فيه. إذا نطقت هنا الهاء المربوطة هكذا، أحسنتم. الهاء المربوطة، تمام، حسب موقعها، أحسنت يا ليلاس، أحسنتم منصور، جنى، آدم، رفل، بارك الله فيكم، رائعون، شكرا لكم. الآن
ننتقل إلى الكلمة هنا دورة هو. الآن نريد أن ننتقل ها، هل نطقت؟ وأضع آخرها حركة الضمة دورة هو. فالهاء هنا أصبحت واضحة. دوره نطقت الهاء، نطقت الهاء المربوطة. آخر الكلمة بوضوح، والتي ميزتنا حركة الضمة كما قلنا يجوز كل الحركات، لكننا دعونا نتفق على حركة الضمة فهي متوسطة في القوة وهي أصلح شيء للاختبار بين كل الحركات للتمييز بين الهاء المربوطة والتاء المربوطة. الآن دعونا نذهب قليلا إلى الاستنتاج لنميز التاء المربوطة. نلاحظ نلفظها هاء عند الوقف، نلاحظ أننا لا نميز التاء المربوطة، تصبح عندما نقف عليها هاء. عندما قلنا دورة أو قوة هاء، لكن عند النطق بها متحركة عند وضع حركة الضمة كما في هنا نضع قوة. مثال آخر قوة، عندما نطقتها ساكنة تمام لم أنطق، لا تاء المربوطة لم تكن متضحة. عندما قلت قوة تو فأصبحت هنا ضمة عليها حركة التاء المربوطة والضمة، حركة الضمة. إذا التاء المربوطة تنطق تاء المربوطة عند تحريكها سواء بكل الحركات، ونحن اتفقنا على حركة الضم حتى يسهل علينا الأمر تمام. أما عند الوقف عليها لا ننطقها، تنطق هاء. أما الهاء نلفظها هاء دائما سواء كانت متحركة أم عند الوقف عليها. الهاء المربوطة دقيقة بعد الشيء، لكن في كلا الحالتين ننطقها سواء كانت مربوطة أم متحركة كما هنا، كما في دورة هو وضعنا الهاء ونطقناها هاء، وكما في والدة هو، وكما في أيضا مجموعة هو تمام. هكذا نكون قد وضحنا التاء المربوطة والهاء. أحبتنا الطلبة، سأجيب معكم أولا قبل الإجابة عن السؤال الثاني، سأطلب منكم واجبا حتى أتأكد من أنكم قد تمكنتم من فهم التاء المربوطة والهاء تمام. السؤال الأول، استخرج من نص القراءة كلمات تنتهي بالتاء المربوطة وأخرى بالتاء بالهاء تمام. أحبتنا الطلبة، نص القراءة الذي أخذناه ما اسمه أحبتنا الطلبة؟ ما اسم الدرس الذي أخذناه في هذه الوحدة؟ سهل جدا، أحسنتم، ابن سينا، رائعون جدا. ابن سينا الدرس الذي أخذناه في هذه الوحدة. أريد منكم أن تستخرجوا كلمات، ضعوا جدولا كلمات، الأولى التاء المربوطة والعمود الثاني الهاء المربوطة، هكذا نضع جدولا، هكذا التاء المربوطة وهنا الهاء المربوطة تمام. أحبتنا الطلبة، إذا نضع جدولا بهذا الشكل على الدفتر، أحبتنا الطلبة الحل على الدفتر، بارك الله فيكم، على دفتر القواعد هكذا نرسم الجدول، نضع هنا الكلمات في درس القراءة التي انتهت بالتاء المربوطة وهنا الهاء المربوطة، والهدف حتى أتأكد من تأكيد استخراجكم للدرس بإبداع إن شاء الله تعالى. الآن كل الكلمات يا دعاء أعانكم الله، فقط هذا السؤال حتى أتأكد من قوة استخراجكم تمام؟ أعانكم الله من كل فقرات الدرس، كل كلمة ترينها نضعها، مثلا التاء المربوطة كما ذكرتم الفلسفة بالتاء المربوطة مثال نضعها هنا.
تمام؟ مثلا هذا مثال. ونكمل والهاء المربوطة كذلك الأمر. بارك الله فيكم، أنتظر ردكم كالعادة كما ترسلون لي دائما بتميز وإبداع. الآن نذهب إلى السؤال الثاني. أجيب معكم السؤال الثاني حتى يكون الأمر واضحا أكثر. تمام. استخرج من درس القراءة، قلنا كلمات تنتهي بالتاء المربوطة وأخرى تنتهي بالهاء، ذكرنا أنه واجب. تمام. الآن السؤال الثاني، املأ الفراغات في الفقرة الآتية بالتاء المربوطة أو بالهاء. سنقرأ النص ونضع الحركة آخر كل كلمة حتى نتمكن من تمييز الكلمات. كلما وجدت نفسي في حديقتي، ولا في حديقه؟ في حديقه ولا حديقتي؟ نجرب الاثنتان، ما الذي أزبط؟ الهاء المربوطة أم التاء؟ في حديقتي. أحسنتم، في حديقتي. بارك الله فيكم، لأنها جاءت اسم مجرور. لماذا وضعت الكسرة؟ لأنها جاءت هنا اسم مجرور. تمام؟ أو متنزهة ولا متنزه؟ ماذا أقول؟ متنزه. الهاء هي أو متنزه أو بيت، هنا لأنها حرف عطف واسم معطوف، دائما نفس الحركات. أو بيت من البيوت الزجاجية أم الزجاجية؟ من التي تكون أضبط هنا؟ الزجاجية. أحسنتم، بارك الله فيكم. أنتبهوا ولا أنتبتوا؟ ولاحظ أننا نكتب الكلمتان حتى. أنتبهوا، رائعون. أنتبهوا إلى النباتات والزهور والمياه أم المياه؟ والزهور والمياه. أحسنتم، والمياه. أنتم قد ميزتم. وأعلم أن الأهم هو الفائدة أو الفائدة، هنا عفوا، أو الفائدة، نقل الفائدة. أحسنتم، التاء المربوطة. الصحية، بارك الله فيكم، التي تقدمها لنا هذه أم هذه؟ واضحة هذه لوحدها. أحسنتم. الزهرة أم الزهرة؟ هذه الزهرة، لأننا وضعنا حركة وتم اختبارها. تمام. زهرة الفواحة أو تلك النبتة العطيرة أو العطيرة؟ العطيرة. تمام. هل يوجد أي شيء هنا؟ هل يوجد أي مشكلة هنا؟ أحبتنا الطلبة، هل يوجد أي مشكلة؟ أحسنتم، بارك الله فيكم. إذا نميز بين التاء المربوطة والهاء بطريقة وضع حركة الضمة آخر الحرف حتى نتميز من وضع الحرف دون صعوبة. الآن ننتقل هنا أحبتنا الطلبة، بعد إنهائنا للتاء المربوطة، الآن أستقبل أسئلتكم قبل الانتهاء والانتقال لشيء آخر. هل يوجد أي سؤال أو استفسار أحبتنا الطلبة؟ الآن موعد استقبال الأسئلة. أي سؤال لكي أوضح أكثر؟ تنوين يضبط يا آدم، لا يوجد أي مشكلة. أحسنت، رائع، يجوز. يجوز أن نضع أي حركة بذلك نميز أكثر. أحسنتم. أحبتنا الطلبة، الآن الحركات التي نضعها آخر الحرف يجوز سواء كانت تنوين أم حركة الضمة، ولكن اخترنا حركة الضمة حتى تكون هي الأوضح. الآن ننتقل هنا. التعبير اقرأ الأفكار الآتية.
اقرأ الأفكار الآتية واستعن بها لكتابة موضوع عن فضل العلم. بالعلم تزدهر البلاد ويعلو شأنها، لولا العلم لانتشر الجهل ولطمعت فينا الدول. العلم يرفع قدرك بين الناس وعند الله تعالى. نشر العلم صدقة جارية لكل إنسان. الأمة قوية بعلمائها. مطلوب هذا الواجب وموعد تسليمه يوم الخميس، يوم الخميس تسليم الواجب إن شاء الله تعالى. كتاب التعليم، كتاب موضوع تعبير عن فضل العلم.